أهلا بكم في نشرة الظهيرة. احتفل لبنان اليوم بالذكرى 69 للاستقلال بعرض عسكري حضره أركان الدولة وشخصيات سياسية وعسكرية ودبلوماسية. وعقب العرض انتقل الرؤساء الثلاثة إلى القصر الجمهوري حيث تقبلوا التهاني. وفي غزة احتفل الأهالي بالنصر على إسرائيل بعد سريان اتفاق الهدنة، في حين أعلنت سرايا القدس أن مخزون السلاح ما زال بخير وأن انتهاء العدوان لا يعني انتهاء المعركة، مؤكدة أن المقاومة فرضت إرادتها وأسلوبا جديدا في معادلة الردع، شاكرة إيران ومصر على المساندة. وقبل قليل عقد رئيس الحكومة الفلسطينية المقال إسماعيل هنية مؤتمرا صحفيا قال فيه إن انتصار غزة حقيقة راسخة وزمن مصر والمنطقة تغير وأمريكا بدأت تسمع لغة جديدة. وألقى هنية سلاما على الربيع العربي الذي منحنا الانتصار، وقال نقدم انتصارنا إلى أحمد ياسين وياسر عرفات وفتح الشقاقي وأبو علي مصطفى، شاكرا إيران لتقديمها السلاح إلى المقاومة. قبيل عودته إلى بيروت اختتم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زيارته فرنسا بلقاء حاشد مع الجالية اللبنانية، دعت إليه السفارة اللبنانية في باريس لمناسبة عيد الاستقلال. وقال ميقاتي إن المطلوب منا اليوم أكثر من أي وقت مضى التضامن لتجنب تداعيات العواصف من حولنا. حبيلكم مهما اشتدت الأزمة ومهما قويت الأزمة، لبنان محروس بإذن الله. لبنان محروس وما في شيء بيصيبه، لأنه نحن ما في واحد منا لبناني إلا منه مؤمن بهالوطن، مؤمن بالتعددية، مؤمن بالتنوع، مؤمن بالانفتاح. نحن مؤمنين بالانفتاح بكل معنى الكلمة على كل الأطراف. ما مفروض ولا بلحظة من اللحظات نخمن إنه في حدا يقدر يعزل التاني أو بحدا بيقدر يقاطع التاني. نحن إيدنا ممدودة للكل، وكل لبناني أنا متأكد بقلبه إيده ممدودة للبناني الآخر. الحوار هو الأساس، ومستغرب أنه كيف أحياناً منقاطع شيء اسمه حوار. مش بالحوار تعلمنا، مش بالحوار قدرنا نعرف الآخر بلبنان. هيدا هو تربينا وتعلمنا بمدارس، مدارس مختلطة من كل الأطراف. ما ضروري كل واحد يكون جنبي يكون من رأيي، ولكن على القليل بنحكي مع بعض وبنتفاهم مع بعض لحتى نتوصل لخير هالبلد. وفور سريان اتفاق الهدنة عمت الاحتفالات المناطق الفلسطينية. بعد ساعات على دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في غزة، ما زالت الاحتفالات تعم القطاع، حيث انطلق آلاف الفلسطينيين في مسيرات حاشدة وسط تكبيرات المواطنين للاحتفال بانتصار المقاومة. وعهدا علينا بإذن الله ألا تنسقط البندقية، ولا يهدى لنا جفن حتى التحرير وحتى العودة وحتى الانتصار. إن من زود المقاومة بالصواريخ وأمدها بالمال مشارك في الانتصار. وتحية لإيران التي كانت سببا مع الأسباب في هذا الانتصار. نعم نحن لا نتنكر أبدا لمن يدعمنا في كل المراحل. وبينما هدد وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك باحتمال استئناف إسرائيل هجماتها في حال لم تحترم حماس الاتفاق، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيتم العمل على مدار الساعة للحفاظ على الأمن والاستقرار. هذا في حين أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن الكيان الصهيوني أصبح اليوم لعوبة بيد المقاومة الفلسطينية، وأن ما يسمى بتل أبيب لم تعد حصنا منيعا بعد اليوم. نعلن أننا أطلقنا في هذه المعركة البطولية، معركة السماء الزرقاء، 620 صاروخا وقذيفة على المدن والمغتصبات الصهيونية، من بينها مئات صواريخ الجراد وصاروخ فجر 5 وآخر فجر 3، واستخدمنا كذلك ولأول مرة صواريخ الكورنيت وصواريخ مضادة للبوارج وقذائف صواريخ حديثة أرضية ومحمولة. كذلك أدخلنا إلى هذه المعركة سلاح الاستخبارات، واستطعنا اختراق أكثر من 5000 جهاز اتصال لضباط وجنود صهاينة. وأن انتهاء العدوان لا يعني انتهاء المعركة،
انتهت بيننا وبين هذا العدو، كما نؤكد على أن سلاحنا وقدراتنا وإمكانياتنا العسكرية ما زالت بخير، ونحن على استعداد لمواصلة المعركة إلى أبعد مدى. وفيما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من حدود غزة بعد سريان مفعول الهدنة بعد أسبوع من المواجهات المسلحة التي أسفرت عن استشهاد 155 فلسطينياً ومقتل 5 إسرائيليين، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 55 ناشطاً فلسطينياً في الضفة الغربية لقيامهم بما سموه أنشطة إرهابية. وكانت جهود دبلوماسية مكثفة أدت إلى الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ بين إسرائيل وحماس، اللذين دعاهما مجلس الأمن الدولي إلى احترام التهدئة، كما دعا المجلس الأسرة الدولية إلى تقديم مساعدة عاجلة لغزة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من تل أبيب: أشيد بتراجع الأطراف عن حافة الهاوية، وأثني على الرئيس المصري بسبب قيادته الاستثنائية. الاتفاق لاقى ترحيبا دوليا واسعا من واشنطن وباريس وبرلين وصولاً إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط أمال في أن يكون الحل أكثر ديمومة. وشكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جهودهما لإنجاز هذا الاتفاق. رئيس الجمهورية ميشيل سليمان يتقدم منصة العرض الكبير الذي أقامته قيادة الجيش لمناسبة عيد الاستقلال إلى جانب الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي. بمناسبة عيد الاستقلال 69 ترأس رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الاحتفال الوطني الكبير الذي أقامته قيادة الجيش اللبناني في جادة شفيق الوزان في وسط العاصمة بيروت، حيث أقيم عرض عسكري مركزي في حضور الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ورؤساء سابقين وأعضاء السلك الدبلوماسي وشخصيات عسكرية وأمنية ودينية واجتماعية وفعاليات مختلفة ومدعوين. وعند وصول رئيس الجمهورية كان في استقباله كل من وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان في الجيش اللواء الركن وليد سلمان، وعزف له لحن التعظيم ثم النشيد الوطني اللبناني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً، كما أطلقت أبواق البواخر المدنية والمراكب العسكرية، وتم تطيير البالونات وطيور الحمام، ثم وضع الرئيس سليمان إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري للشهداء، ثم حي علم الجيش قبل أن يصعد ووزير الدفاع إلى سيارة عسكرية مكشوفة لاستعراض الوحدات المشاركة. بعدها حي المشاركين في الاحتفال وأخذ مكانه في مقدمة المنصة، ثم قام تشكيل جوي من الطوافات العسكرية التي حملت العلم اللبناني وعلم الجيش بالتحليق فوق مكان الاحتفال. بعدها تم عرض فيلم جايب لي سلام من إخراج ميلاد طوق وإنتاج مديرية التوجيه في الجيش، ثم أدى كورال القسم الشرقي في المعهد الوطني العالي للموسيقى بإشراف الدكتورة لور عبس أغاني وطنية، ومن ثم حلق التشكيل الجوي مجدداً متخذاً شكل الأرزة اللبنانية، وأعطى بعدها قائد العرض العميد الركن الياس سمعان الأمر ببدءه مستأذناً رئيس الجمهورية، ثم توالى عرض الوحدات الراجلة من الجيش والقوى الأمنية الأخرى، ثم توالى عرض الوحدات الخاصة، واختتم الاحتفال بمغادرة علم الجيش ورئيس الجمهورية مودعاً من قبل وزير الدفاع وقائد الجيش وكبار الضباط، تلاه مغادرة الرئيسين بري وميقاتي إلى القصر الجمهوري، حيث تلقى الرؤساء الثلاثة التهاني بالعيد. قيادة الجيش مديرية التوجيه أصدرت بياناً جاء فيه: مساء أمس أقدمت جهة مجهولة في منطقة مرجعيون على إطلاق صاروخين سقطا في سهل الخيام داخل الأراضي اللبنانية، وعلى الفور سيرت وحدات الجيش بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة دوريات مكثفة في المنطقة، كما قامت بحملة تفتيش واسعة حيث عثرت صباح اليوم على صاروخ معد للإطلاق جرى تعطيله من قبل الخبير العسكري، وبشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الفاعلين. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي المعارضة السورية اليوم على مدينة الميادين الاستراتيجية في محافظة دير الزور ليسيطروا
بذلك على جزء مهم على الحدود مع العراق. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن المنطقة التي تمتد من الحدود العراقية إلى دير الزور أصبحت أهم قطاع في سوريا لا يسيطر عليه الجيش في الكامل. وأضاف إنه بعد حصار استمر لنحو 3 أسابيع اقتحم مقاتلون من عدة كتائب كتيبة المدفعية قرب مدينة الميادين ريف دير الزور وسيطروا عليها. وأشار المرصد إلى أن عناصر القوات النظامية التي كانت متمركزة بالكتيبة انسحبت باتجاه مقر عسكري آخر يبعد نحو 80 كيلومترا عن الميادين. وفي ريف دمشق تعرضت بلدات الزبداني ودرية والقاسمية والزمانية وجسرين وسبينة للقصف. وفي العاصمة تجدد القصف صباحا على أحياء دمشق الجنوبية، فيما دارت اشتباكات بين القوات النظامية وقوات المعارضة في حي دمر والمزة، وسقطت عدة قذائف هاون على أوتوستراد المزة استهدفت مبنى تابعا لمديرية النقل. أهلا بكم من جديد. وبالعودة إلى الأحداث في غزة، رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية هنأ بانتصار المقاومة على إسرائيل. إننا نقدم هذا النصر العظيم للقائد الشيخ أحمد ياسين وللرئيس الراحل ياسر عرفات والقائد الشهيد فتح الشقاقي والقائد الثائر أبو علي مصطفى وللشهيد القائد أبو محمد الجعبري الذي جمع بين الحسنيين النصر والشهادة. كما إنني أشكر مصر المحروسة ورئيسها المؤمن الدكتور محمد مرسي الذي أعاد لمصر دورها وهيبتها ودورها الإقليمي الرائد. فإسرائيل صرخت ألما من إبداع المقاومة وصرخت ألما من وقفة مصر العزيزة. كما أنني أشكر لمن قدم للمقاومة المال والسلاح وخاصة جمهورية إيران الإسلامية ولكل من ساهم وأمن وصوله وتحمل تبعات ذلك بكل عزة وإباء. أمام طلاب من الجامعة اليسوعية أهدوه فوزهم في الانتخابات الطالبية، اعتبر النائب ميشيل عون أن هناك حركة تكفيرية في الشرق الأوسط تنمو في لبنان وهي لا تقبل الآخر. اليوم في حركة تكفيرية بالشرق الأوسط عم تنمى شوي شوي بلبنان ما بتقبل الآخر. نحن ما بتفرق معنا بين مسلم ومسيحي، ما بتفرق معنا حرية المعتقد، حر الإنسان يعتقد مثل ما بده، بس اللي ما بنقبله هو عدم الاعتراف فينا من قبل الآخر. ساعتها لا شك الصدام بده يوقع. ومع الأسف عندنا قسم من اللبنانية يلي بيدعوا المرجلة كل يوم وأبضيت ما بيقبلوا الآخر، بيتعاونوا مع ما بيقبل الآخر. ما بعرف بأي فورمولا بدنا نعيشوا بالمستقبل مع بعضهم. جبهة الحرية تقيم عشاء لمناصريها وتشدد على ضرورة دعم موقع رئاسة الجمهورية. أكد المنسق العام لجبهة الحرية الدكتور فؤاد أبو ناظر على ضرورة دعم موقع رئاسة الجمهورية أيا يكن شخص الرئيس، لأن لا عودة إلى مشاركة مسيحية فاعلة إلا من خلال هذا الموقع. حديث أبو ناظر جاء خلال حفل عشاء أقامته الجبهة ضم حشدا من الأصدقاء والمناصرين. البلد وصل على شفير الهوية ونحن بعدنا عم نتغنى ببعض الأمجاد الماضية، أو بعدنا عم نتلهب القشور، أو بعدنا عنا ناس كل الوقت عم بيعيشونا بكذب وبتأجيل وبتدجيل. الله يرحمك يا بشير، ما كنت تقول قولوا الحقيقة مهما كانت صعبة. اليوم صار العكس، صار الكذب ملح رجال. قد ما في فنس على البشرية شو بدك فيهم؟ هول الناس ما بيفكروا، هول الناس بيدفعوا. نحن بدنا نكسر الحيطان اللي عايشين فيها.
وتناول أبو ناضر المرحلة السياسية الحاضرة معلناً أنه سيكون لجبهة الحرية ثلاث متغيرات على صعيد النظام الداخلي والتحالفات والنمط السياسي، وأضاف أنه سيكون لجبهة الحرية أهدافاً واضحة ومقاربة جديدة لعملها السياسي فور الانتهاء من مؤتمرها السنوي العام الثالث الذي يعقد آخر الشهر الجاري. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد في كلمة له خلال مجلس عاشورائي أن تجربة المقاومة في غزة هي تجربة كبيرة يجب الاستفادة منها، متمنيا أن تكون قد وفقت في فرض شروطها على العالم من موقع القوة. يقال الآن في الأنباء والأخبار أنه الليلة حيكون في مؤتمرات صحفية وممكن يصير إعلان عن وقف إطلاق النار، وبالتالي يتبين الأمور كيف ستتجه. فكلنا حنتابع كل حال الليلة ونأمل إن شاء الله أن تكون نهاية هذا العدوان وانتصار هذه المقاومة كما هو متوقع وطبيعي. طبعا هذه التجربة يجب لاحقا أن يتم دراستها وأخذ العبر منها واستخلاص الدروس منها لغزة، لفلسطين، للبنان، لمنطقتنا العربية والإسلامية. الموقف الأمريكي، الموقف الغربي، الموقف العربي، الموقف الإسلامي، الأداء العدو، أداء المقاومة، في نهاية المطاف هي تجربة كبيرة جدا وعظيمة جدا وغنية جدا، ويجب الاستفادة منها بما يعزز عناصر القوة والاقتدار والنصر في هذه الأمة. وللاطلاع أكثر على موضوع سقوط صاروخين في سهل الخيام فضلا عن حملة التفتيش الواسعة التي يقوم بها الجيش اللبناني، معنا مباشرة من أرنون الزميلة راشال كرم. راشال؟ نعم كلارا. نعم، ماذا في تفاصيل أكثر عن موضوع الصاروخين وعن التفتيش، حملة التفتيش التي يقوم بها الجيش اللبناني مع قوات من الأمم المتحدة؟ كلارا، إذا ما عدنا إلى أحداث الأمس، مساء الأمس نتحدث عن انطلاق صاروخي كاتيوشيا الليلة الماضية وسقوط كما بات معلوما سقوط أحدهما داخل الأراضي اللبنانية، تحديدا في منطقة حمامس وهي في سهل الخيام، والثاني في مستعمرة المطلة. ولكن منذ الليلة الماضية كلارا وحتى فجر اليوم كانت عناصر الجيش تبحث عن المكان الذي تم إطلاق منه الصواريخ، فتبين أنها كانت منصوبة في موقع إسرائيلي سابق يدعى الزفيتي. هذا الموقع حيث نحن تواجد في الوقت الحالي تقع بين بلدات كفر تبنيس، أرنون ومرجعيون. ولكن المفاجأة أيضا كانت الصاروخ الثالث الذي لم يطلق، كان سوف يطلق من صباح اليوم، تم العثور عليه صباحا بعد خطأ تقني فيه أصاب ساعة التوقيت تسبب بعدم انطلاقه. ولكن كلارا، بحسب المصادر الأمنية والعسكرية التي تمكننا من التواصل معها في هذا الموضوع، أكدت لنا أن الصواريخ كانت مجهزة بمنصات خشبية وببطاريات وساعة توقيت، ولكن أو حتى أن مكان انطلاقها بحسب العين المجردة ممكن أن نرى ذلك، من مكان انطلاقها يبعد حوالي الكيلومترين عن حاجز الجيش اللبناني عند جسر الخردلي. وبالتالي هذا الصاروخ، صاروخ الكاتشوشا الذي كان معدا للانطلاق، أثر على الأجواء هنا في الجنوب. وبالتالي بطبيعة الحال كان الجيش اللبناني أو حتى اليونيفيل كانت تسير دوريات على الحدود الممتدة من مرجعيون صعودا حتى ميس الجبل، مرورا بالعديسة وكفر كلا. أما في الجهة المقابلة كلارا، فكانت بطبيعة الحال أيضا جنود الجيش الإسرائيلي ينفذون انتشارا بين البساتين الإسرائيلية المقابلة لبلدتي عديسة وكفر كلا وفي مستعمرة المطلة التي هي تقع مقابل سهل الخيام. وبالتالي الدوريات لا تزال مستمرة بطبيعة الحال بوتيرة أخف عما كانت عليه صباحا من خلال مراسلنا جورج عشي الذي أيضا كان متواجدا في هذه الأثناء. الآن الدوريات هي بشكل أقل من ما كانت عليه سابقا، ولكن بطبيعة الحال مكان وجود الصاروخ نحن متواجدون فيه، وإذا كان أي تطور أو أي جديد سوف نوافيكم به كلارا، وسوف يكون لك تقريرا مفصلا عند الساعة الثامنة عن هذا الموضوع. نعم طبعا، شكرا لك يا الزميلة راشا الكرم، كنت معنا مباشرة من أرنون.
لمناسبة ذكرى الاستقلال 69 أقام المعهد الأنطوني في بعبدة احتفالا حضره مدراء المعهد وممثلون عن الجيش وأهالي التلامذة. وقد قدم التلامذة لاسيما أطفال الروضات عروضا مختلفة وأغاني من وحي المناسبة تخللها استعراض الأطفال لأفواج وألوية في الجيش اللبناني وسط أعلام المؤسسة العسكرية والبيارق. وانتظم الأطفال في العروض في لوحة أدهشت الحضور. من جديد، تحيي المنظمات الشبابية والطالبية لقوى 14 من آذار ذكرى الاستقلال في ساحة الشهداء وانطلاقا منها نحو ساحة رياض الصلح، ويتخلل المناسبة عرض علم لبناني عملاق. التفاصيل مباشرة مع الزميلة رونا حلبي. رونا؟ نعم كلارا. نعم رونا، ماذا في تفاصيل إحياء المنظمات الشبابية لقوى 14 آذار احتفال بعيد الاستقلال؟ نعم كلارا، نحن الآن في ساحة الشهداء حيث يتجمع الشباب في قوى 14 من آذار، وإذا كنت ترين خلفي فإن هناك علم كبير، علم لبناني كبير سيجري رفعه لمناسبة الاستقلال الذي يعتبرونه منقوصا. وهذا يعني الاحتفال سيكون تحت عنوان ربيع لبنان حماية لاستقلاله. كلارا، بعد رفع هذا العلم ستكون هناك مسيرة من هنا وحتى ساحة رياض الصلح أيضا سيكون رافعين هذا العلم اللبناني، وسينطلقون من هنا من ساحة الشهداء إلى ساحة رياض الصلح حيث سيتجمعون. وهناك كلارا ستكون هناك كلمات سياسية لبعض ممثلين قوى 14 من آذار. كلارا، إذا هذه هي الأجواء هنا في ساحة الشهداء. وهناك أيضا احتفال آخر بالاستقلال، احتفال شعبي ستتخلله رقصات تعبيرية، وأيضا سيكون هناك حكواتي ليخبر عن استقلال لبنان، ولكن ذلك في الساعة الرابعة. هذا الاحتفال الذي تنظمه جمعية بيروت سيليبريشنز أو احتفالات بيروت بالتعاون مع بلدية بيروت، إذا هذا الاحتفال يبدأ في الساعة الرابعة. أما الآن في الساعة الثالثة فيبدأ الاحتفال الذي ينظمه شباب قوى 14 من آذار. كلارا؟ نعم رونا حلبي، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من ساحة الشهداء. أعلنت أجهزة الاستخبارات السودانية اليوم أنها أحبطت مؤامرة ضد أمن البلاد، في حين أفاد شاهد بأنه رأى دبابات تجوب العاصمة الخرطوم. وذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية القريب من الأجهزة الأمنية في خبر مقتضب أن أجهزة الأمن والاستخبارات أحبطت فجر الخميس مؤامرة تستهدف أمن الدولة، مضيفا أن هذه المؤامرة هي بقيادة مسؤولين في أحزاب المعارضة. وأوضح مصدر للمركز أن السلطات تحقق في ضلوع الطاقم العسكري والمدني على السواء، مؤكدا أن الجهات المختصة بدأت مباشرة الإجراءات الأمنية والتحقيقات مع شخصيات مدنية وعسكرية ذات صلة بالمخطط بعد إلقاء القبض عليهم. وأعلن عن أحباط المؤامرة بعد ساعات، على تأكيد الجيش السوداني أمس شن غارة جوية قرب سماحة وهي منطقة حدودية متنازع عليها مع جنوب السودان، أقام فيها متمردون من دارفور معسكرا. وقال المتحدث باسم الجيش الصورمي خالد سعد في بيان: هاجمنا الرقيبات الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمالي الحدود الدولية مع جنوب السودان و10 كيلومترات شمالي سماحة، متهما المتمردين بالاستفادة من دعم كبير من جانب جنوب السودان. يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم أمام القضاء في إطار تحقيق في احتمال حصول تمويل غير قانوني لحملة ساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2007، وهذه المرة الثانية منذ بداية الجمهورية الخامسة التي يستدعي فيها قاض رئيسا فرنسيا سابقا بعد جاك شيراك، الذي دين العام الماضي في قضيتي استحداث وظائف وهمية في بلدية باريس. لا نقدم جديدا إذا وجهنا تحية لها في عيدها، فيروزنا استقلالنا،
ابنتها ريما سحبت من خزانها الفني صورا حية تعود تاريخها إلى 22 من تشرين الثاني عام 81 خلال حفلة للسيدة فيروز في مدينة بوسطن الأمريكية. يومها تقدم أحد الحاضرين بباقة ورد فالتهبت القاعة بالتصفيق. كان في النشرة: غزة تحتفل بالنصر، يد واحدة ودم واحد وبندقية واحدة وصاروخ واحد ونصر واحد بإذن الله. وسرايا القدس تقول: انتهاء العدوان لا يعني انتهاء المعركة. لبنان يحتفل بالاستقلال. هذا كان كل شيء في نشرتنا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.